السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم في حصة اليوم اللي غنتعرفوا فيها على لوسون سو. فلنبدأ على بركة الله. فأولا، dans certains cas la lettre S se prononce سو comme une salade et dans d'autres cas ça se prononce ze comme une fraise une fraise. Alors الحرف S في بعض الأحيان كنقراوه بلو صون س كوم سالاد، وفي أحيان أخرى كنقراوه بلو صون ز كوم اون فريز. هو راه نفس الحرف، إلا لاحظنا نفس الحرف، يعني لا لتر S، ولكن هنا نطقناها بس قلنا سالاد، وهنا نطقناها بز قلنا اون فريز. فتبعوا معنا الدرس باش نتعرفوا على متى كنقراو لا لتر S بلو صون س ومتى كنقراوها بلو صون ز. فبقوا معنا حتى نهاية الحصة. Alors, la lettre S se prononce Z quand elle est entre deux voyelles. La lettre S, quand on a Z, le son Z, il est quand entre deux voyelles. Alors, les voyelles, quand on a les voyelles A, E, I, O, U, Y. Donc, on a certain de les voyelles. Il est quand on dit la lettre S, le harf S, entre هاد لي فويل، يعني جات لا لتر اس في الوسط وكان بيناتها هاد كان بيناتها لي فويل، فكنقراوها بلو صون ز. نشوفو اكزامبل. اوازو اوازو. الوغ هنا كنلاحظو انو عندي لا لتر اس وقريناها بلو صون ز، قلنا وازو. بوركوا؟ باسكو لا لتر اس جات اونتر دو فويل، جات اونتر اي و او اللي هما دي فويل. الوغ بما انه اس جات اونتر دو فويل فكنقراوها بلو صون ز او كنطقوها بلو صون ز. ان وازو ان وازو. عندنا ايضا اون اوزين اون اوزين. الوغ هنا لا لتر اس ايضا قريناها بلو صون ز. بوركوا؟ باسكو جات اونتر دو فويل، جات اونتر او ou i، يعني جات وسط او بين دو فويل. داكوغ؟ دونك دائما فاش كتكون لا لتر اس اونتر دو فويل فكنقراوها بلو صون ز. فعندنا حالات خاصه اللي كتكون لا لتر اس اونتر دو فويل وكنقراوها بلو صون س، فغنتعرفوا عليهم في نهايه الحصه، فبقاو معنا. الوغ الان قلنا لا لتر اس الا كانت اونتر دو فويل فكنقراوها بلو صون ز. داكوغ؟ الآن غنتقلو لو صون س. il existe de nombreuses manières d'écrire le son س. donc le son س كيمكن نكتبوه بطرق مختلفة أو بطرق متعددة. فممكن نكتبوه بالحرف S. alors la lettre S se prononce س، يعني بلو صون س. quand la lettre S n'est pas entre deux voyelles، إلا ما كانش entre deux voyelles، قلنا إلا كانت entre deux voyelles باش كنقراوها؟ نعم كنقراوها بلو صون ز. الوغ الى بينا نقراوها بلو صون س ما خصهاش تكون اونتر دو فويل. الحرف اس او لا لتر اس كنقراوها بلو صون س لوسك لو اس سو تروف اون ديبي دو مو، الى كانت في بدايه الكلمه. فدائما الحرف اس الى كانت في بدايه الكلمه فكنقراوه بلو صون س س، او entre deux consonnes. Ah oui, il est entre deux consonnes. Quand on fait les consonnes. Alors, on a les voyelles qui sont A, E, I, O, U, Y. Et les chorofs qui sont les consonnes. Qui sont des consonnes. D'accord? Alors, on a, il est quand on fait les ou il est quand entre deux consonnes. Ou il est quand entre une voyelle et une consonne. Il est quand une voyelle ou consonne. Donc, on croit la lettre E ou on croit le son S. Je vous fais des exemples. Maintenant, sucre. سكر سكر، فهنا اس جات في اول كلمه يعني قريناها بلو صون س، قلنا سكر. نشوفو اكزامبل تاني. تريست تريست، فهنا اللي كنلاحظو انو اس لا لتر اس جات اونتر فويل اي كونسون، اونتر فويل اللي هو اي او كونسون اللي هو تي، دونك قريناها بلو صون س تريست. عندي ايضا بيرسون
personne. أيضا بالنسبة لبيرسون فاس جات أنتر كونسون و فويل. أنتر كونسون اللي هو R و فويل اللي هو O. بيرسون. شوفوا la deuxième manière d'écrire le son se. Deux S. Alors, si deux S se suivent, يعني إلا عندي deux S متابعين, ils forment toujours le son se. فدائما إلا عندي deux S, فرا كنطقوهم بلو son se. س داكوغ يعني دائما دو زيس كنقراوهم س كوم كلاس كلاس فاللي كنلاحظوا انه كلاس جات اونتر دو فويل اللي هما ا و او ولكن بما انه عندي دو زيس او دوبل اس فكنقراوها بلو سون س لنفترض عندي غير اس وحده فهنا غنقراوها بلو سون ز بوركوا لانه جات اونتر دو فويل ولكن الا عندي دو زيس دائما كنقراوها بلو سون س D'accord. Classe. Exemple آخر. Maîtresse. Maîtresse. هنا أيضا maîtresse جات entre deux voyelles اللي هما E ولكن كنقراوها بس لأنه عندي double S أو deux S. D'accord. Donc دائما deux S كنقراوهم بلو صون S. عندنا أيضا les lettres S, C. Alors les lettres S, C. Placés devant I ou E peuvent parfois former le son S. Alors, هاد les lettres. إلا كان من موراهم الحرف I أو E, ممكن يعطونا le son S. نشوفوا exemple. Science. Science. Alors, هنا les lettres S, C. قريناهم le son S. لأنه جا من موراهم I. D'accord? Science. Exemple تاني. Piscine, piscine, فهنا S, C. قريناهم بلو صون S, piscine. D'accord? Alors, نشوفو طريقة أخرى باش كنكتبو لو صون S. X, la lettre X. La lettre X, placée en fin de mot, peut former le son S. Alors, إلا عندي la lettre S, آخر الكلمة, ممكن تعطينا le son S. شوفو exemple. 10 10 donc une x prenable sans ce 10 aidan 6 6 aidan كنكتبوها بلا لتر x ولكن كنقراوها بلو صون س 6 داكور غنشوفو طريقه اخرى باش كنكتبو لو صون س اللي هي لا لتر c لا لتر c Alors, la lettre C, placée devant les voyelles Y, I ou E, forme les sons SE et SI. La lettre S, il a qu'un tabaha. Le harf E, ou le voyelle E, ou I, ou Y, faut qu'on le son SE. D'accord? Donc, il a qu'un tabaha I, qu'on croit SI. أو Y أيضا كنقراوها سي إلا كان تابعها E كنقراوها س يعني كتعطينا لو صون س داكوغ نشوفو دي زيكزامبل سييل سييل برانس برانس داكوغ دونك لا لتر سي إلا كان تابعها إي أو E أو Y فكنقراوها بلو صون س عندنا أيضا سي سي جي Alors, la CJ ou CCJ s'utilise toujours devant les voyelles A, O et U. Alors, quand on a la CJ, on a la A, ou O ou U. Pour former le son S. Pour former le son S. Alors, quand on a C, il a la A, ou O ou U, on a le son K. Quand on a le K, كو كو ولكن إلا كانت فيها لا سي دي إلا كانت فيها هاد لا سي دي فكنقراوها سا سو سو داكوغ نشوفو اكزامبل دي سو دي سو فهنا لنفترض هاد سي ما كانش فيها لا سي دي فغنقراوها دي كو ولكن بما انه كاينه لا سي دي فكنقراوها دي سو الوغ هاد سي سي دي ايضا كتعطينا لو صون س الوغ قلنا دي سو وعندنا ايضا غارسون غارسون هنا ايضا عندي لو صون س غارسون
وآخر كتابة اللي هي la lettre T. La lettre T. Alors la lettre T précédant un I suivi d'une voyelle forme toujours le son S. La lettre T il a كانت سابقة I. كانت سابقة voyel I. يعني T تبعها I. و I تبعها voyelle. Donc T تبعها I تبعها voyelle. دائما كنقراو بلو سون S. نشوفو اكزومبل باش تفهمو مزيان. Opération. Opération. Alors هنا عندي la lettre T تبعها I تبعها voyelle اللي هو O. Donc كنقراوها دائما بلو سون S. Opération. نشوفو اكزومبل اخر. Essentiel. Essentiel. فهنا عندي la lettre T تبعها I تبعها voyelle اللي هو E. Donc دائما الى T تبعها I تبعها voyelle سواء E سواء O سواء يعني voyelle فكنقراوها بلو سون S. Essentiel. Opération. Édition. Attention. فنتمنى يكون واضح لكم. Alors la lettre S peut former deux sons. كتعطينا deux sons. Les هما le son se et le son z. Il a عندي la lettre S entre deux voyelles, فكتعطيني le son z. أما بالنسبة le son s, فممكن نكتبو بالحرف S أو بلا lettre S إلا كان في أول كلمة أو إلا كان entre voyelle et consonne أو entre deux consonnes. فكنقراه بلو son s. أيضا إلا عندي deux S. إلا عندي دوبل S أو دوز S فدائما كنقراها بلو سون S. إلا عندي الحروف S C كنتبعهم I أو E فممكن نقراهم بلو سون S. إلا عندي X في آخر الكلمة فأيضا ممكن نقراها بلو سون S. C إلا كنتبعها I أو E أو Y فكتعطيني بلو سون S. أيضا لا سي دي فكتعطيني بلو سون S. Ou la lettre T, il a كان تبعها I ou I تبعها voyelle, فدائما كتعطينا le son S ou le son S. فنتمنى يكون واضح لكم. والآن نمر نشوف des exemples ou أمثلة. Alors عندي classe, classe. Alors une classe, فهنا عندي deux S, كنقراهم بلو son S. قلنا دائما deux S, كنقراهم بلو son S. Classe. المثال الثاني. 5 alors قلنا إذا كانت عندي la lettre C تبعها I أو E أو Y فكنقراوها بلو سون S. 5 rose فهنا عندي la lettre S entre deux voyelles اللي هما O و E فأوتوماتيكمون غنقراوها بلو سون Z. rose. leçon Alors, le son, هنا عندي la CD. فقلنا la CD كنطقوها بلو سون س. le son. cuisine. فهنا عندي S entre deux voyelles. Donc, كنقراوها بلو سون Z. cuisine. saucisse. Alors, هنا عندي S في أول كلمة. قلنا إلا كانت S في أول كلمة كنقراوها بلو سون هنا عندي C تبعها I فكتعطينا لو سون S وهنا عندي دوبل S اللي أيضا كتعطينا لو سون S. saucisse. 60 alors هنا عندي S في أول كلمة قلنا كتعطينا لو سون S وهنا عندي X اللي أيضا كتعطينا لو سون S. 60 dessin قلنا دائما دوبل S أو دوز S كنقراوها بلو سون S. dessin. science alors قلنا إلا عندي الحروف S C تبعهم I أو E فكنقراوهم بلو سون S وهنا عندي la lettre C وهنا عندي C تبعها E دونك كتعطينا لو سون S. داكوغ فالآن مرة نشوفو des exceptions أو استثناءات. فعنا un parasol. فاللي كنلاحظو أنه الحرف S أو لاليتخ S جات entre deux voyelles ومع ذلك قريناها بلو سون S قلنا un parasol فهذا استثناء. نشوفو الكلمة الثانية un tournesol
un tournesol. هنا أيضا la lettre S جات entre deux voyelles ومع ذلك قرينا بالصوت س قلنا un tournesol. هذا أيضا استثناء. Vraisemblable. Vraisemblable. فهنا عندي la lettre S جات entre deux voyelles وقرينا بالصوت س. Vraisemblable. Donc هادو هما الاستثناءات أو les exceptions اللي كاينين بالنسبة la lettre S إلا كانت entre deux voyelles. عندي أيضا بالزاميك. بالزاميك فقلنا لا lettre S إلا كانت entre consonne et voyelle كنقراوها بالصوت س ولكن هنايا قريناها بالصوت ز قلنا بالزاميك هذا أيضا استثناء. وبهذا كنوصلوا لنهاية الحصة. نتمنى تكونوا استفدتوا من درس اليوم اللي تعرفنا فيه على الصوت س. نتمنى درس اليوم يكون واضح وما تنساوش تشاركوه مع أصدقائكم وأحبابكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكي تعمل فائدة ولايك الفيديو أو جيم فهذا كيشجعني باش نقدم لكم مزيد من الدروس ونتلاقاو حصة مقبلة إن شاء الله.